قال والبيعة الأولى مع 12. عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل لأنه أوذي في مكة وأراد أن ينتشر هذا الدين، وأصر وبقي على هذا الطريق إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فجاء أناس من الأوس والخزرج هم الأنصار، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فهذه البيعة الأولى عندنا، إذن بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار البيعة الأولى، ثم البيعة الثانية، ثم بعد هذا هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. نعم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. نعم، هذه البيعة الأولى. نعم. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. نعم، من طيب في موسم الحج أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا البيعة الثانية. نعم. ثم بدأ الصحابة رضي الله عليهم يهاجروا من مكة إلى المدينة. نعم.